مريم كانت غير كل البنات اللي انا عرفته، مفيش حد ما يعرفش ريهان. رضوى بالنسبه لي كانت اختراع. كان في بيت ساكنه راجل وست لطاف جدا لحد ما سمعنا صوت رصاصه. انت ما خدتش بالك؟ لا خدت بالي طبعا طبعا، بس خدت بالي من ايه بالظبط؟ ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ حاسس ان البيت ده هيحصل لنا فيه حاجات مهمه.